السلام عليكم. محاضرة تعريفية عن الهندسة الطبية موجهة بشكل أساسي لطلاب البكالوريا يلي حابين يقدموا على المفاضلة هي السنة. هي نظرة عامة، التفصيل بياخد وقت، هو موضوع كتير كبير. أول شيء رح نحكي عن المعدلات اللي هو شرط أساسي للقبول الجامعي. السنة صدرت المفاضلة الأولى للهندسة الطبية 2200. عادة بالمفاضلة الموازي بتنقص الدرجات من 4 علامات ل10 علامات. هلا الهندسة الطبية أول شيء بدنا نعرف إنه هي بتدرس فقط بجامعة دمشق، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق الحكومية، أو بجامعة الأندلس الخاصة ببانياس. إذا بدنا نعرف الهندسة الطبية باختصار، هي تقاطع العلوم التكنولوجية من فيزياء والرياضيات والكترون وعلوم برمجية مع الطب بهدف رفع سوية صحة الإنسان وتطوير أساليب المراقبة والعلاج والتشخيص. هلأ الواقع عنا بجامعة دمشق أنه الفرع نسبياً جديد والمعدلات القبول فيه عالية، فالأعداد الدفعات نسبياً قليلة مع باقي الفروع، فهذا بيؤدي لفهم أفضل، مع أنه رح تقدر تاخد حصتك أكثر بالمعلومات ومن وقت الدكتور، وبالتالي فرص عمل أكثر طالما هو علم جديد عم يتطور كل يوم والسوق بحاجة له. هلا بالهندسة الطبية، فتنا على الهندسة الطبية، في عنا 5 سنين لنتخرج. أول شيء شو بندرس بالسنة؟ السنوات الأولى، السنة الأولى الثانية لنص الثالثة تقريبا، المواد اللي بتدرس هي مواد مشتركة مع باقي الأقسام بكلية الهندسة، هي مواد تندرج تحت الرياضيات والفيزياء والعلوم الحاسوبية بالإضافة لبعض الأساسيات بالعلوم الطبية. هلا من السنة الثالثة بقى ببلش التخصص بالهندسة الطبية، بتبلش المواد أكثر تخصص وبتصير هندسة طبية بحتة. هلا نحن بما أننا كلية هندسة فهي كلية تطبيقية، المادة عبارة عن قسمين: نظري محاضرات الدكتور، ممكن يكون أكثر من دكتور، والعملي يلي هو علامته بتتراوح من 20 ل40%. العملي هو ممكن يكون مخابر، ممكن يكون حلقات بحث، ممكن يكون زيارة مشافي، ممكن يكون مشاريع إلكترونية أو برمجية. هلا بالسنة الرابعة والسنة الخامسة عنا مادتين مستقلتين عن باقي المواد. المشروع الرابعة هو مشروع تطبيقي، فينا نقول انه هو عن طريقه بنطبق المعلومات اللي اخذناها خلال ال4 سنين. على بساطة المشروع وحتى لو كان فكرته مو جديدة، فهو المهم يؤدي الوظيفة المطلوبة منه، بيتم تحت اشراف مهندس من القسم. مشروع الخامسة مشروع أكبر، مشروع بيتطلب جهد أكبر، لأنه هو المشروع اللي رح يخليك تنال درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية، هو بيتم تحت إشراف دكتور من القسم. تخرجنا، صار معنا شهادة هندسة طبية، في عنا طريقين. أول شيء دراسات عليا، صار فينا بجامعة دمشق ناخد ماجستير ودكتوراه، أو فينا ننزل لسوق العمل مباشرة. هلأ وين المهندس الطبي بيشتغل؟ ممكن المهندس الطبي يشتغل بشركات الأجهزة الطبية، شركات بيع أو شركات تصنيع، المشافي، المراكز البحثية يلي أو مراكز أطراف صناعية. هلأ المهندس الطبي هو شو شغله؟ المهندس الطبي هو عبارة عن وسيط بين المنتج يلي هو ممكن يكون جهاز طبي، طرف صناعي، عضو صناعي، مع المستثمر يلي ممكن يكون الدكتور أو المريض أو الكادر الفني. هلأ بالشركات وبالمشافي المهندس الطبي مسؤول عن صيانة الأجهزة الطبية، معايرتها ومبيعاتها، وضع دفتر شروط الجهاز الطبي، تصميم وتطوير الأطراف الصناعية، العمليات التطوير البحث العلمي يلي بيقدر فيها يدرس وفيه يدرب الكوادر الفنية والطبية على استخدام الأجهزة الطبية. هلا في معلومة حلوة قبل ما ننتقل، معلومة حلوة بواقع العمل، انه ب 2013 صنفوا الهندسة الطبية كثاني احسن وظيفة بالعالم.
طبعا هي المعلومة العلاقة بالعالم وسوريا مفصلة عن العالم، فممكن هالأرقام تختلف شوي. هلا خلصنا من المعلومات العامة. الهندسة الطبية مثل بقية الأقسام بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بدها جهد وبدها دراسة وبدها تعب. الكلية بتعطيك المعلومات النظرية، وفينا نقول تعطيك إرشادات لتكمل بهالمعلومات النظرية. بيبقى القسم الأكبر يلي بيعتمد على الطالب نفسه، من تطوير ومن تدريب ومن اشتغل على حاله بموضوع اللغة ليقدر ينزل لسوق العمل متمكن. وموفقين وشكرا.